زيونات نتوما كلكم زيونات، كي دايرين لاباس عليكم بخير؟ هاد غبرت عليكم هي الاولى، غبرت عليكم اليوم علاش؟ حيت كانوا عندي بزاف ديال الحاجات درتهم. ثاني حاجه سيداتي وسادتي، يا هاد التيشيرت هذا اللي سولتوني عليه كاملين اللي خديته من تركيا، وهو تيشيرت ديال بيجام، ولكن انا عجبني حيت فيه لي كولور زوينين. تيشيرت ديال بيجامه خديتها ب 40 ليره من اسطنبول. اسطنبول فيه حويجات رخاص، شي نهار نوريكم شنو شريت منه. صافي عجبتني وليت كنلبسها مع ولدي تجي اولا مع هاد اللعيبات هادو. هضرت لكم غير على التيشيرت اللي هو بيجامه ورجعت لبيجامتي. شنو بغيت نقول لكم؟ اليوم نبات بوحدي، ساره مشات للعرايش تشوف ماما وخوتي وداكشي، فنا ما بيتاش معايا، وانا خصني شي فيلم نتفرج فيه. دونك دابا عطوني بروبوزيسيون ديال شي فيلم كاينه في نتفليكس واعر، حيت شحال هادي ما تفرجت. خصني اليوم نتفرج باش نلهي الوقت. واحد البنوته متبعاني غلاو داك شي شويه، طبيبيزه قالت لي شكرت لي هذوك لي برودوي اللي كنت بارطاجيت معكم ديال اش دوزو كامبوديا، وفرحت بزاف حيت اليوم عاوتاني تلاقيت صاحبتي كوثر. كوثر صاحبتي غليظه حتى هي شويه زايده في الغولد وباغيه تضعف وداك الشيء، وقلت لها راه كاينين هاد لي برودوي، هضرت لها عليهم بحال هكا حيت صديقه ديالي مبغيها تاخذ شي حاجه زوينه، وهي تقول لي راه ديجا كنستعمل وبغات تعاود تستعملهم في رمضان، وانا ننصحها بهم حيت صديقه ديالي ما يمكنليش نكذب عليها، وكاينين بزاف ديال الناس عارفين ان هاد لي برودوي هادو ديال كامبوديا اش دوزو كامبوديا دي برودوي اللي هما خطيرين جدا وعندهم سمعه طيبه جدا. دونك هادي شي حاجه واعره، ولا بغيتو انا نهضر لكم على كل واحد على حده، ونهضر لكم حتى على البرنامج ديال رمضان. انا نعطيكم التجربه ديالي بعجاله معاه. انا في الحماله كانت فيا 90 كيلو، ما عرفتش منين جاتني هذيك 90 كيلو، وانا في الاصل فيا 65، من بعد ولات فيا 90. ابخي الرضاعه ضعافي، قطعت الرضاعه الفنه وانا نغلاض عاوتاني، وبقيتو كتقولوا لي نرجس راه ما جاش معاك الغولد هادي. بديت هاد الباك هذا اللي فيه 3 برودوي، هاد لي 3 برودوي واحد كيكمل اخر. دونك دابا تقريبا شي 6 سيمانات كنستعملهم، ولا كثر وقيلا 7 نقصت 7 ديال الكيلو، وهو نورمالمون كينقص ما بين 5 حتى 8 الكيلو، انا نقصت 7 بخير. ما كيعجبنيش الصور هاد اللعيبات، مي نوريكم هكا بعجاله. هي نتوما راه ما دايره والو، ها والو. دونك هادي مشات الكريشه. انا هي التي اكسر قواعد السطوريات في الانستغرام، سبرديله سروال زائد الفوق ديال البيجامه سروال ديال الخروج. المهم الناس اللي باغيين يضعفوا كيختاروا دائما انهم يضعفوا شهر رمضان، ولكن كيكونوا كيديروا ان بروغرام اللي ما زوينش. علاش؟ حيت لو كور كيكون محتاج الماكله، محتاج الفيتامينات، محتاج لكل شيء باش يبقى واقف. حيت ديجا حنا صايمين. دونك هاد لا كور في اي بي ديال اش دوزو كامبوديا دايرين واحد البرنامج سبيسيالمون بوغ رمضان، اللي دايرينو دي زيكسبير في التغذيه، دي ميدسان خاصين في التغذيه. انا هادي علي تخويلي الصراحه، ساليت الاولى هادي الثانيه. المهم هاد لا كور هادي راه كتبقى لكم شهرين، اللي كتعاونكم باش تخسروا تقريبا ما بين 5 حتى 8 ديال الكيلو في كل شهر. دونك انا غنحاول نهضر لكم على كل حاجه على حده باش ان شاء الله تكونوا فاهمين مزيان، والناس اللي باغيين يخسروا الوزن في رمضان تكون هادي هي. انا نعطيكم كل حاجه على حده بالزربه بعجاله ومعها بروغرام كيفاش انكم تستعملوه. هذا الكافي كيسد الشهيه وفي نفس الوقت كيعطيكم الطاقه باش ما تحسوش بالسخفه، وممكن تاخدوها من بعد فريق الصيام مباشره. ثاني حاجه هي غارسينيا، كتحرق الدهون وكتساعد انها ديك الدهون ما تراكمش، وكتخاد وسط العشاء اولا وسط الفطور. ثالثا واخيرا كاين الخل ديال التين الشوكي، اللي هو اللي كيخرج هذيك السموم وهذيك الشحمه اللي دابت، وكيخرجها على شكل سوائل، وكيساهم كذلك في انه ينقص من الانتفاخات اللي كتكون خصوصا في شهر رمضان وهو كيتخاد قبل النوم. انا كنشجعكم بزاف انكم تواصلوا مع الكوتش، حيت كيعطيكم متابعه اللي هي مجانيه. انا خلي لكم هنايا الرقم ديال الواتساب ديالو حتى هو، وهاد المتابعه هادي كيبقاو معكم طيله شهرين كله، هي على حسب الوقت ديال لاكور، وكيتواصلوا معكم كل 10 ايام باش كيشوفوا التصاور ديالكم الوزن ديالكم، وكيعطيكم هذا التعليمات، ماشي التعليمات ولكن كيعطيكم نصائح على حساب الحاله ديال كل شخص. بالنسبه للناس اللي كيخافوا كم لي برودوي اللي هما شيميك، فهادو دي برودوي اللي هما طبيعيين 100% مصادق، ماشي مصادق، اش كيسميو هذيك مرخص بهم.
ثم نخلي لكم هنايا واحد اللعيبه باش تفهموا مزيان وتقراو هذه مزيان. اللي كيخاف على صحته سي بيان تخاف على راسك وما تدخلش لو كور ديالك اي حاجه. فهادو دي برودوي ناتورال 100% ما عندكم مناش تخافوا. انا كنكون فرحانه بزاف ملي كنكون كنهضر على اشدوزو كامبوديا حيت كاينين بزاف ديال الناس من المتابعين ديالي اللي متبعينهم وكاينين الناس اللي دوزوا معاهم اكسبيريونس زوينه. بحال واحد البنت كانت بارطاجات معايا ليكسبيريونس ديال بواها اللي خسرت تقريبا 25 كيلو مسكين كان فريمون غليظ. دونك انا ما كرهتش تبارطاجيو معايا بحال هاد اللعيبات هادو وكنخلي لكم هنايا لاباج ديالهم دخلوا قراو شوفوا بزاف المعلومات كيبارطاجيوهم هما. انا ما يمكنليش نبارطاجي كلشي. زائد واحد الحاجه اللي هي لو سيت هنايا باش ديروا لا كوموند وتا الرقم ديال الواتساب ديالهم الا بغيتوا تتواصلوا معاهم. وغنخلي لكم كيفاش ديروا لا كوموند هكا فيت في بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش ولا كتجيهم هاد القضيه هادي. كيفاش ديروا لا كوموند هكا فيت في كنكليكيو بحال هكا على لو سيت كندخلوا هنايا كنلقاو ها هي هنايا كاين شرح لكل شيء على حده. كنديروا كوموندي كنجيو هنايا كنديروا كوموندي ماتنو كندخلوا المعلومات ديال الناس تك 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 او كان فاليديو لا كوموند وهما ديك الساعه كيصيفطوا لنا ميساج وكيتواصلوا معكم. فوالا دونك ساهله مهله.